السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد غريبي من مدينة جدة، ونحن من أشد متابعين مشيع، ولا تنسوا اللايكات. وشوفوا هذا البيت كتكوتة، أبا أكلك، ادخل هنا. زغنطوطة. السلام عليكم، أخيرا اشتريت اللابتوب اللي أبغاه، ديل اكس بي اس 13، انتظر له يمكن كم شهر، حتى في آخر تحديث انتل كور اي 7 6500. بعض الناس على الانترنت يقولوا أحسن من ماك بوك، يعني نادر تلاقي لابتوب ويندوز بجودة عالية جدا. جوة الكرتونة كرتون ثاني أحلى صغير شوية. هذا هو اللابتوب صغير مرة، إن شاء الله كان الخيار موفق. اللابتوب القديم هذا بعطيه لأنس إن شاء الله يتعلم البرمجة وتصميم المواقع، أبغى يتعلم الكثير مو بس يلعب ماينكرافت إن شاء الله. يوسف ما شاء الله مبسوط بحريته الحين، هو بيمشي. ايوه بيمشي. بيمشي ايوه. ما شاء الله تبارك الله. انس مرة يبغى واحدة. شكلها في سمكة ميتة من جوا. بيج بيه؟ يبوس البيه. اقتربت أحلام وقالت ولا تنسى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله في تحسن. أجل رسول بعد ما نقلنا للسعودية. كمل أنس بصوت عالي. تبسم مهند لؤدو وقال إن أنا أحب علم بلادي وأعتز به. كيف شكلي بالنظارات؟ أنس إيمان كيف شكلي بالنظارات؟ أهلا؟ اعطيني حقي. نسمع للاذان. ايه في طياره هناك فوق. ايه طياره. ايه ايربلين. اغاني صينيه ولا شيء. تشرب؟ ايش قاعد تشرب؟ الله لمسه بصراحه. لمسب ليه مريض؟ والله يعني يا اخي الوذر هنا changing so much. والله الجو بيتغير يعني برد مره حاليا. ها هسه الحراره يعني is like 1 or 2 degrees. والله الله يعينك. In the morning is 0 and minus 1. Yeah. والله حاليا هنا في السعوديه الجو حلو، بدا ينزل امطار يعني. والله خلاص اجي عندكم على السعوديه. ايه بتصور قاعد الله يهديك. قال اسمع وضح ايش لمسب. لمسب هذا ايش الحلقه يا جماعه. طيب بالضبط والله ممتاز، حتى لما اروح بريطانيا اجيب منه معايا للسعوديه. ايه مره ممتاز. انا مع ولد عمي احمد فوزي بنحاول نصور مقلب اليوم ان شاء الله يزبط. ما ادري انا جيت البحر مرتين الان، يعني الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبل حاولت اصور مقلب ما زبط. هذا يقول يا رب انقلب. استغفر الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أوه بسم الله ما شاء الله. حلو ما شاء الله عليك. شو الزحمة كيف مع الغروب؟ اعتقد انه احنا نرجع البيت وما كملنا وما خلصنا المقلب لانه ما صورنا الا مشهدين. احمد ايش المطعم هذا؟ سكشن بي. سكشن بي. شوف الديكور. باكل شيء الحمام كل خمس دقائق. صحة وعافية احمد. ما شاء الله تبارك الله بسم الله. هذا صاحبي ياسر مينا من المدرسة. من ايام المدرسة ما شفته. يعني متى؟ صحة وعافية يا شباب. كل واحد سكوب ايس كريم. يلا بسم الله. يلا. واحدين ثلاث. لا ما حد صور لك نزلت هيك والناس كلها. Yeah I'm filming. I'm gonna put this on YouTube. Yeah I'm gonna put it on YouTube.
What's your name? Anzi, Anzi. Your name is Muhammad Mushaya. Muhammad Ayyid Mushaya. Whose car is it? Ahmed's car? No, it's just someone's car. Yeah, then that's happened. I'm gonna use them, okay? Anas Baba. Anas Baba. Iman. Well, Iman. Iman, why are you talking to yourself? Well, Twilight, Fluttershy, Rainbow Dash, and Twilight, and Fluttershy, and Rainbow Dash, and Peaky Pie, and Apple Duck. That's my favorite My Little Ponies. That's the end of this episode here. I hope you enjoy this. Assalamu alaikum. You heard? عشان ما حد يعرفني لما نطلع نصور ماشي ايوه البس طاقيه احنا على البحر ولابس طاقيه هذه عشان ما ابغى الناس كل شيء توقفني بس ما زبط لانه هذا الولد ورانا بيلحقنا واحنا بنصور نحاول نصور مقلب ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ما شاء الله قابلت هنا شباب حلوين طيبين من الحائل مقلبتهم وما شاء الله وهم كيف حالكم؟ يعطيكم العافية ايش رأيكم بجدة؟ والله جدة حلوة حلوة ها؟ يعطيكم العافية ان شاء الله بيجيكم حائل تمشوني صح لو جيت؟ يعطيكم العافية يلا يلا فرصة سعيدة مع السلامة الحمد لله خلاص خلاص الحمد لله خلاص خلاص الحمد لله خلصنا صورنا المقلب في كم واحد زعل اليوم مرة بس لما يصير صار عليه والله تحس اني ضربته ولا شيء صح؟ سمعت انت ها؟ ضربته واحد يقول لي تعرفني انت عشان تمزح معي؟ لا لا تعرفني عشان تمزح معي؟ قال مو مشكلة قلت له يقول لي ماني مسامحك قلت له لا الله يخليك سامحني بمزح المقطع عشان تسامحني ومسحت المقاطع هذه شوف اللامبو شوف اللامبو ها احمد تبغى واحدة؟ شوف اللامبو ما شاء الله تبارك الله انا هنا بجوني موكيتس شوفوا هابي فيس جيف هيم ا ساد فيس ساد فيس ساد فيس وذ تيرز اند جلاسز ليت مي سي محمد راح حمام محمد عنده عاده دائما يسد البلاع احمد احمد رد اوه لا هذا احمد صحه وعافيه هاي بعد تبغى يوسف كمان يزغزغ والله يعطيكم العافية شكرا على متابعتكم لنا دوما إن شاء الله يا رب قدامكم رابط للفلوغ الأخير ورابط للمقلب اللي طلع قبل كم يوم في قناة الثانية إن شاء الله يعجبكم وراح أنهي هذا الفلوغ بمقولة قالها مؤسس شركة فورد للسيارات هنري فورد قال الانضمام مع بعض هو البداية البقاء مع بعض هو التقدم والعمل مع بعض هو النجاح تشوفونا في الفلوج الجاي إن شاء الله مع السلامة